ادخلي ادخلي. حد هناك؟ امسكي انت عمدة. بقول لك ايه، 10 دقايق برجع لك اشوف فيه تحت. هنا انت لك من عثمان. يا عثمان يا زينب يا عثمان. يهدى فيه يهدى شدي يا زينب. مالك يا مروان؟ خبريه زينب فين؟ زينب مين؟ زينب مرتي. اوعى تقول مرتك، اوعى. انت مجنون ولا ايه؟ ها ازاي تتهجم على بيتي بدك وعلى مرتي من غير اذن؟ زينب خدت حالك. نت زينب يا زينب يا زينب. مروان اوعى تتهجم اكتر من ده. انا بقول لك اهو تعالي. وانت ايه اللي نزلك من الله؟ والمصحف الشريف الرصاصة التانية هتكون جوا دماغك. اللي بتعمله ده غلط يا ولد عم الحكيم. اخلص دلوق اخلص. زينب تعالي. واحنا تربقوا البيت علفني اياه. خلاص عبد الحكيم مش هنا مش كده في مصر. انا عارف انه بيحب يتدلى كل شويه على هناك عشان يروق راسه ومزاجه مش كده. عيب اللي بتعمله ده يا عمده، مش بيت عبد الحكيم اللي تحوطه بغفرك. اهلا 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 بالكبير كبير العيله. عملت فيها ذكر وجيت البيت هناك وعملت شويتين بتوعك اللي على مزاجك عملته. دلوقتي انت بيدك هتدخل تجيب زينب وتقول لي مرتك اهي يا عمده. خد غفرك وانقلعوا من هنا. لا ولا غفير هيتقطع من هنا، وما فيش حد هيخرج من البيت ده الا بعد ما زينب تكون معايا. واقول لك مع السلامه مروان. العمده جايب غفر وجاي ياخدك والدنيا خربانه تحت. الدنيا كلها مقلوبه عشان ست الحسن والجمال. انا معرفش بصراحه ان مروان ده يعني جدع قوي كده. تفتكري يا عمتي يعني هيخلي العمده يطلع؟ يطلع يطلع فين؟ ده اذا طلع هيطلع ميت. مروان ده راجل كيف ابوه؟ كله اللي حرمه البيت. انت اتجننت يا عمده ولا ايه؟ لو كنت فاكر انك تقدر تلمس شعرايا من زينب يبقى بموتك يا عثمان. يلا غوري من هنا غور. ماشي. قدامك ساعة واحدة يا مروان والزينب تبقى في يدي، ولو ما حصلش أنا هدخل بنفسي أجيبها بيدي. لو نخيت النهاردة ما هتقدرش ترفع عينك فيه. هو لازم أن يعرف إن بيت عبد الحكيم ما يتهنش أبدا. هتسيبه ياخدها مروان؟ هتسيبها له؟ مش أنت اللي عطيتيها ليه؟ ما أنا أصلي يعني. أصلك إيه؟ أصلك إيه؟ اوعى تقولي انك ما كنتيش عارفه انه ما ينفع لها شيء. اوعى تقولي انك كنت بتفكري انه هيصونها وحطها في حباب عينيه. ما هي كريمه كده. وانت كمان يا امه انت مش ده حقك؟ مش انت اللي عايزه كريمه وبناتها يتزلوا ويتهانوا قدام عينيكي وما يقدروش يرفعوا راسهم تاني؟ اقولكم شفتوا عقولكم ودتنا لفين؟ غلكم ده ودانا لفين؟ عشان تعرفوا لو حد فينا مات هتبقوا انتوا السبب. يا مري هتعمل ايه يا مروان؟ مروان اعمل يا مروان. مروان استنى استنى يا مروان. اعجل يا ولدي يا حبيبي استنى. بلاش مري يا مروان. شكلكوا نسيتوا مين مروان ولد عبد الحكيم، ونسيتوا كمان مين الكبير واللي خلق الخلق.
خطوة تانية وهكون ميت معيالكم وفاحر قبركم بيدي. غوروا غوروا بلاش ادرمغها فوق راسكم. يلا شوية تريبة. ما تخافيشي مش هيقدر يعمل اي حاجة، وان كان الطلاق هيطلق غصب عنه. انت بقى جاي تقول الكلمتين دول؟ لا، ولا اللي جايبك؟ انا عايز اسالك سؤال وتجاوبيني عليه إجابة تقنعني وتخليني أشوفك كيف كنت بشوفك زمان. إيه هو السؤال؟ ليه عملت بنفسك كده؟ ليه؟ تترمي في حضن واحد ناقص؟ ليه قللتي من قيمة نفسك وروحك؟ ليه؟ طب ما انت كمان عملت كده. عملت ايه؟ ما انت قللت من نفسك ورحت اتجوزت فريد. تقصد ايه يعني؟ اقصد ان كلنا بنرمي نفسنا في النار والسبب واحد بس، ابوك. انا اتجوزت العمده بس على الورق، بس اتجوزته عشان يبقى الايد اللي اقدر اكسر بيها شوكه عمي، علشان اعرف اخد حقي اللي انا مش عارف اخده. تكسري يد مين؟ ها؟ لا لا، انت غلطانه. غلطانه ليه؟ ايوه غلطانه. العمده حتى لو ابويا عمل اللي عمله اكتر بمليون مره، تروح تترمي الرميتين توقع الوجع المطينه دي. طب ما انت كمان وقعت. انا حاجه وانت حاجه تانية خالص يا زينب. انت اغلى مني، اغلى مني بمليون مره. تقصد ايه؟ بنات العيله سندها وسترها، بنات العيله الذهب اللي بنشتروه ونحافظوا عليه ونخاف عليه ولا يمكن نبيعوه ابدا، فهمتي؟ طب انتوا فرطتوا فينا. ما حصلش. حصل، هي دي المشكله. ولا انت ولا ابوك قادرين تشوفوا الحقيقه، ان كل اللي بيحصل ده بسببكم انتوا. مش عاجبك كلامي؟ لا مش عاجبني، مش وقته دلوقت اسمع كلام ما منوش اي فايده. انت شايف اعمل ايه؟ ما عندناش مشكله نشتغل مع اللي فيدنا. يعني اقول له ايه؟ هاتي اخره. هكلمه. كلميه يا حبيبتي. على مهلك على مهلك.